بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا من التوفيق حتى نقترب منك تمام القرب، فبحضرتك تكون الإشعاعات، وفي حضرتك تكون الانتباهات، وفي حضرتك تكون خير الملذات. وبعد تلك الملذات نراك عيانا في يوم تبعث فيه وتجمع الشتات. يا ربنا اجعلنا من قبلت دعاءهم وذكرتهم في من عندك ذكر حسن. أمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم شوف دورانات، ثم مش هذا ترتيب حياة وموت عمل وحساب ولا لا، ثم بعد ذكر الخلق هو الذي خلق ثم استوى على العرش، يعني ظهر سلطانه من خلال عرشه، أي هو شيء لا نعلمه بل هو العليم به وحده، لكن نستظل به أي الأنماط 7 اللي مش يستظلون بظل عرش يوم القيامة، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. من شاب نشأ بطاعة الله، دعته أنثى وإن كان جمالها بار، دعته لماذا؟ كما دعته الزنيخة سيدنا يوسف عليه السلام، أبى واستعصم. الشاب هذا وين اليوم؟ موجودين هنيئا لهم، هم ربما المادة الأولى تاع حزب الله، الشباب من نوع هذاك ما يروش ما يلعبش، يقول دعتني فاستجبت، هذا الشيطان يدعو واستجبتم له لمن تدعون الإسلام. إذا هذا العرش أدعوكم إلى دراسة ما يتصل به في القرآن أو في الحديث القدسية أو في الحديث الصحيحة لخير من أنام عليه الصلاة والسلام.